وزير، ولكن إليكم ما يستشعره المواطن المغلوب على أمره التواق إلى تنمية ثقافية حقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم. كان يا مكان في هذا الحين والأوان، وتشهد قبة البرلمان مهازل ومآسي، وكلنا نعلم نتألم ونقاسي. السخافة عندنا ثقافة، والثقافة سخافة، إبداعاتنا غريبة، تحدياتنا رهيبة. الثقافة عندنا فرجة في حاويات لنقل السلع والبضائع بدون لغة ولا هوية ولا عنوان، تماما كمصائر شبابنا الضائع. وتحدياتنا، وأما التحديات سيدي الوزير فتحدي تعدي تعري مهرجان أول للرقص الشرقي. التحدي مهرجان وطني للرقص الشرقي في حكومة يقودها تيار روحاني. سيدي الوزير، أيها الصبح المتثائب، أيها الصبح المتثائب، أين إشراقاتكم؟ أين إبراقاتكم؟ أيا صبح أين أنتم؟ أين هم؟ أين نحن؟ أين الإنجاز الراسخ؟ أين الإبداع الشامخ؟ أين أقلامنا؟ أينها الهمم؟ أين أعلامنا؟ أينها القمم؟ سيدي الوزير، رجاءً أغيثونا، رجاءً أفيدونا، أغيثوها الثقافة، أغيثوها، إنها تحتضر. ولكم سيدي واسع النظر، وشكراً.